الحلم وجائزة مليون دولار بنظرة أقرب. رح نسأل المليون دولار حسب العملات العربية شو فيك تشتري فيها بمليون دولار؟ خلينا نشوف. في دول الخليج مع مليون دولار يمكنكم شراء منزل، شراء سيارة، التبرع والقيام بمشروع خيري، فتح مشروع تجاري، الحج والعمرة، ويتبقى ما يكفي لتغطية تكاليف التعليم والزواج والصحة وجميع احتياجات الأسرة ورغباتها. في مصر مع مليون دولار يمكنكم شراء منزلين، شراء سيارتين، التبرع والقيام بمشروع خيري، فتح مشروع تجاري، الحج والعمرة، ويتبقى ما يكفي لتغطية تكاليف التعليم والزواج والصحة وجميع احتياجات الأسرة ورغباتها. في المغرب مع مليون دولار يمكنكم شراء ثلاثة منازل، شراء سيارتين، التبرع والقيام بمشروع خيري، فتح مشروع تجاري، الحج والعمرة، ويتبقى ما يكفي لتغطية تكاليف التعليم والزواج والصحة وجميع احتياجات الأسرة ورغباتها. في العراق مع مليون دولار يمكنكم شراء منزلين، شراء سيارتين، التبرع والقيام بمشروع خيري، فتح مشروع تجاري، الحج والعمرة، ويتبقى ما يكفي لتغطية تكاليف التعليم والزواج والصحة وجميع احتياجات الأسرة ورغباتها. في لبنان مع مليون دولار يمكنكم شراء ثلاثة منازل، شراء ثلاث سيارات، التبرع والقيام بمشروع خيري، فتح مشروع تجاري، الحج والعمرة، ويتبقى ما يكفي لتغطية تكاليف التعليم والزواج والصحة وجميع احتياجات الأسرة ورغباتها. في الأردن وتونس مع مليون دولار يمكنكم شراء منزلين، شراء سيارتين، التبرع والقيام بمشروع خيري، فتح مشروع تجاري، الحج والعمرة، ويتبقى ما يكفي لتغطية تكاليف التعليم والزواج والصحة وجميع احتياجات الأسرة ورغباتها. مقاييس المليون دولار من فئة المئة دولار: الوزن 10 كيلوغرامات تقريبا، الارتفاع 1.3 متر، العدد 10,000 قطعة نقدية. وفي النهاية نتعرف على قيمة المليون دولار بالعملة العربية.